قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامي إن خروق الهدنة في ليبيا مستمرة. وأوضح سلامي أن الخروق تؤثر على المسارات الثلاثة التي نص عليها مؤتمر برلين للسلام، وهي نزع السلاح وتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي. وهناك خروقات مستمرة، وهناك خرق كبير حصل اليوم بالهجوم على ميناء طرابلس. نحن عددنا أكثر من 150 خرقا منذ تاريخ 12 يناير، وبالتالي من الصعب أن نسير قدما في المسارات الثلاثة طالما الخروقات لهذه الهدنة مستمرة. وأضاف سلامي أيضا أن المطلوب هو الانتقال إلى وقف إطلاق النار، لكن هذه الخطوة تحتاج إلى اتفاقات تتعلق بمستقبل السلاح ومستقبل المقاتلين غير النظاميين وقبول الطرفين بالسلام وبدور الأمم المتحدة. كل هذه المواضيع تشكل تنظيما لساحة القتال بهدف انتقالها من حالة حرب إلى حالة وقف قتال له طابع الديمومة. إذن لدينا مصاعب هنا بالقبول الطرفين بالتنازلات الضرورية التي تسمح بإعادة الروح المدنية لمواقع الاقتتال الحالي. ليبيا أيضا اتهم منسق الأمم المتحدة للعمليات الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو الإمارات بإمداد اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالسلاح. الجنرال حفتر والقوات الموالية له مدعومون من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا، أو على الأقل من شركات روسية خاصة كما يزعم، لكن الدول التي تمده بالطائرات المسيرة هي حسب التقارير طائرات مسيرة صينية الصنع بتمويل من الإمارات. وأوردت التقارير مؤخرا عن 6 طائرات مسيرة أردنية الصنع بعتها الحكومة الأردنية إلى الجنرال حفتر. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الصحفي المختص بالشأن الليبي ميركو كيلبرث. أهلا وسهلا بك سيد ميركو. المحادثات إذا استؤنفت اليوم في جنيف بين طرفي الصراع الليبي، ولكن على وقع استمرار خرق الهدنة، كيف تتابع ذلك وما هو المرجو من هذه المحادثات اليوم؟ مجموعة الخمسة زائد خمسة في جنيف بدأت، وربما هي المسار الأكثر أهمية في هذا الصراع لأنها الفرصة الوحيدة من أجل بناء بعض الثقة بين الفصائل. وأعلم من قادة الطرفين على الجبهة بأن كلا الطرفين يتوقعان هجوما من قبل كل من الطرفين على الآخر في أي لحظة، لذا يبدو بأنه ما يزال أن علينا أن ندعو هذه المرحلة بأنها مرحلة الاستعداد للحرب من جراء فقدان الثقة بين الأطراف. وكما ذكرتم في تقريركم استمرار تهريب ومد الأطراف بالسلاح والذخيرة والأسلحة التي تدخل إلى ليبيا بأموال ليبية، لذا فإن الطرفين طرفا الصراع يجب عليهما بشدة أن ينظرا بعين الاعتبار إلى العملية السياسية. طيب، تشير وأن ينظران. نعم سيد ميركو، تشير إلى أن هذا المسار هو الأكثر أهمية، يعني لماذا؟ من أين يكتسي هذه الأهمية؟ وهل تتوفر الشروط لردم الهوة وترميم الثقة بين الطرفين؟ دعونا ننظر إلى مطالب قوات حفتر بالدرجة الأولى والناس في الشرق إجمالا والمؤسسات الشرقية في طرابلس كما يسمونها الميليشيات. يتعين علينا أن نجد طريقا أو أسلوبا كيف بالإمكان التوصل إلى طريقة أو إلى حل معقول في طرابلس بدون المواجهات.
الناس في طرابلس لديهم مطالب تتمثل في ضرورة انسحاب الجيش وعودة الناس إلى بيوتهم، لكن هذا الصراع وهذا الانقسام بين الغرب والشرق في ليبيا بالدرجة الأولى هو بسبب التوزيع غير العادل وغير المنصف للثروة، وهذا يلقي بظلاله في هذا الصراع. لذا فإن النقاش يجب أن ينصب أيضا على انقسام المؤسسات وعلى إمكانية المشاركة بين هذه المؤسسات. لذا يتعين على بعثة الأمم المتحدة أن تطلق هذا المسار على الفور، لأن الموقف على الجبهات يبدو بأنه أكثر وأقرب إلى أن يكون استعداد للحرب. نعم سيد ميركو، هذا داخليا، ولكن أيضا المبعوث الأمم الخاص إلى ليبيا أشار إلى ضرورة أن تشارك جميع الدول في مبدأ حظر السلاح، حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وذلك غداة اتفاق أوروبي بهذا الشأن. ولكن ما جدوى المراقبة الجوية والبحرية لتوريد السلاح في ظل غياب الضغط على الدول التي ترسل سلاح ومعدات ومرتزقة أيضا؟ أنا أتفق معك، نعم يبدو بأنه ليس هنالك من ضغوطات. على سبيل المثال الأطراف الأوروبية عليها أن تنخرط أكثر في ممارسة الضغوط على الأفراد المسؤولين عن هذه الأفعال خلال السنوات الثلاث الماضية، تردد الأوروبيين في ذلك والآن عليهم أن يدفعوا الثمن. الموقف في البحر المتوسط أصبح في غاية من الصعوبة والتعقيد، هنالك الكثير من التهريب من تركيا ومن دول أخرى أيضا باتجاه ليبيا. لذا يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتفقد ويفحص الشحنات والسفن على أساس يومي للتحقق مما إذا كانت تقل أسلحة على متنها. ستكون المهمة على درجة من الصعوبة والتعقيد، وكذلك مسألة فرض الضغوط على هؤلاء الشركاء في هذه الأعمال. لكن طالما توفر الدعم الأوروبي، طالما أن الأوروبيين عفوا يدعمون طرفا واحدا، ستكون هذه المهمة غاية في الصعوبة. ميركو كيلبرث الصحفي المختص بالشأن الليبي من تونس، شكرا جزيلا لك.